فيلم بي اف جي. تبدأ قصة الفيلم بدار ايتام بمدينة لندن عاصمة انجلترا، وبهذا الدار عايشة بها بنية صغيرة اسمها صوفيا. وهسه نشوف الساعة بالثنتين بالليل، وصوفيا تقعد تقرأ كتاب على السرير بقاعة النوم، وفجأة تسمع صوت حركة بالخارج، وتشوف انه هاي الحركة جاية من القطط، وهن مقعد حاوية القمامة. ولما تطلع للبلكونة تشوف ايد كبيرة تعدل حاوية القمامة، وتنصدم وتخاف من اللي شافته. وهنا يظهر شخص عملاق، وهذا الشخص بمستوى المباني العالية، فصوفيا تخاف وتروح تركض على سريرها وتتغطى ببطانيتها، بس العملاق يمد ايده او يخطفها من مكانها ويروح يركض. وكانوا اكو ناس يتجولون بالشارع، بس هو يحاول يضم نفسه قدر الامكان، او بعدها ياخذ صوفيا ويروح يركض بسرعة، ويبقى يقفز من مكان لمكان لحد ما يوصل للموقع مالته، فيدخل كهف ويعلق صوفيا، وهي تكون موجودة ببطانيتها بداخل غصن بالكهف مالته. بعدها العملاق يروح يجهز السكينة، وصوفيا لما تشوف السكينة تخاف اكثر وتحاول تهرب، وهي كانت تريد تفتح الشباك، بس هي ما قدرت لانه الشباك ضخم وكلش كبير. وفجأة العملاق يسمع صوت ويحس انه صوفيا تريد تهرب، وبالفعل يشوفها ويروح عليها ويقول لها لا تتعبين نفسك لانه انت ما راح تقدرين تهربين، بس اذا كان عندك جناحات راح تقدرين لهذا الشيء. وقال لها لا تبقين تفترين بالمكان لانه انا اريد اتغدى وما اريدش تزعجيني. وهنا صوفيا من تسمع بهذا الكلام تخاف من عنده وتضم راسها بداخل وعاء، والعملاق لما يغلق الشباك صوفيا توقع بطاوة الاكل اللي كان شايلها العملاق، فياخذها ويقعد يطبخ الغداء مالته. وهو كان لازم سكينة وخيارة كبيرة يقطع بيها، وكل ما يقطع بقطعة صوفيا تخاف اكثر، فتسأله وتقول له احنا وين، وهو يرد عليها ويقول لها احنا بارض العمالقة. وبعدها تبدأ صوفيا تسمع صوت غريب قريب من عندهم، ومصدر الصوت هو للعمالقة اللي عايشين وياهم بنفس المكان، فصوفيا تخاف وتترجى العملاق وتقول له لا تاكلني، وهو يبقى يضحك عليها وعلى طريقة تفكيرها ويقول لها لا تخافين لانه انا نباتي وما اكل بشر، ويبقى يكمل تقطيع بالخيار ويحكي وياها ويقول لها عرفيني عن نفسك. وصوفيا تقول له انا يتيمة وانت اخذتني من دار الايتام وانا حاليا ما عندي احد. والعملاق من يسمع بيها يحزن ويضوج لانه هو اخذها، وهو يطمنها ويعتذر من عندها لانه ما كان يعرف بهذا الموضوع. فتقول له انت ليش خطفتني، والعملاق يقول لها انا انجبرت اخطفك لانه انت شفتيني، واحنا بقانوننا ما يصير احد يعرف احنا عايشين بالارض وياكم. فهي تقول له انا راح اهرب من هذا المكان، بس العملاق يلزمها ويقول لها دير بالك تطلعين من هنا لوحدك لانه انت راح تموتين. وبعدها يخليها بمكان عالي على مود ما تهرب من عنده. ويمر وقت بسيط وصوفيا تنام من التعب، ونعرف ان العملاق هو حكيم القريه وهو صانع احلام، فيروح المكان السري ويصنع حلم صوفيا، والحلم هو انه صوفيا تهرب من الكهف وتركض على مود ترجع الدار الايتام، بس بنص الطريق يطلع لها عملاق كبير ويشيلها، وصوفيا تبقى تطلب المساعده من الحكيم على مود ينقذها، بس هو ما يقدر ينقذها والعملاق الثاني ياكلها. وهنا صوفيا تفز من النوم وتقعد خايفه، ونعرف انه هو صنع لها هذا الحلم على مود تثق به وتسمع كلامه. وراها يسمعون صوت عملاق كبير يصيح عليهم، فيدخل الكهف ويطلع ضخم جدا، ولما صوفيا تشوفه تخاف وترعب، فهو يمد ايده للحكيم ويقول له اكو جرح موجود باصبعي واريدك تعالجه اليه. والحكيم لما يشوف الجرح ياخذ وياه وعاء مي حار على مود يعقمه ويعالج له اصبعه، بس العملاق الضخم يرجع لورا لان هو يخاف من المي. وهنا العملاق الطيب ياخذ اصبع العملاق الضخم ويعالجه، بس العملاق الضخم يشتم ريحه بشر فيضوج ويصرخ، وصوفيا من تعرف تخاف وتدخل بالخيارة الكبيرة اللي موجودة على الميز. فالعملاق يروح ويدور على ريحة البشر لكن ما يلقاها، فيشيل الخيارة اللي خاتلة بيها صوفيا على مود ياكلها. وهنا الحكيم ما كان يعرف انه صوفيا موجودة بداخل هاي الخيارة، بس بالاخير انتبه على صوفيا وهي موجودة بداخلها، والحكيم من شافها صاح على العملاق الضخم ولزم ايده وقال له عوفها لانه انت شخص متوحش وما تحب الاكل النباتي، وبالفعل سحب من عنده الخيارة. والعملاق الضخم يقول له انت قزم وعار على العمالقة، وبعدها يعوف المكان ويطلع، والحكيم ياخذ الخيارة وصوفيا تطلع من عندها. وبهاي الاثناء يشوف ملابسها متوسخة فيمد لها ايده على مود يساعدها، وكانت نظراتها كلها حب وحنان. وبعدها ياخذها للمعمل مالته على مود يغسل لها، وهنا يخليها قدام الحرارة على مود تنشف، فيروح يجيب لها ملابس قديمة كان هو محتفظ بيهن، وبالفعل صوفيا تلبس الملابس، والحكيم لما يشوفها يفرح بيها ويندهش، وهو كان مرتاح لوجودها. وهسه نعرف انه هاي الملابس تعود الطفل البشري كان قاعد وياه قبل، بس للاسف العمالقة اكلوه لما عرفوا بيه. وبهاي الاثناء العملاق الحكيم ياخذها ويخليها بيت الطفل اللي كان عنده. وبصباح ثاني يوم الحكيم وصوفيا يطلعون للخارج، وبهذا الوقت العمالقة كانوا نايمين بالارض، والحكيم يبدا ينسحب بهدوء على مود العمالقة الباقين ما يحسون عليه. وفجأة يقعد عملاق ويلزم رجلين الحكيم ويوقع بالارض، وصوفيا تروح تركض بسرعة وتدخل بالسيارة على مود ما يشوفوها. وبهاي الاثناء العمالقة يلزمون الحكيم ويبقون يلعبون بيه،
وواحد يرميه على الثاني، وهنا واحد من العمالقة ياخذ السيارة اللي موجودة بها صوفيا وياخذ سيارة ثانية ويصعد عليها، وبعدها يروح على تلة عالية. وبالناحية الثانية يكون اكو عملاق ضخم وهو قاعد الحكيم على سيارة ثانية، وبعدها يدفع من فوق التلة العالية على مود يتصادمون ببعض، بس صوفيا تقدر تبعد السيارة وعلى اثرها العملاق الضخم يوقع. وبهاي الاثناء تبدا الدنيا تمطر، ولانه العمالقة تخاف من المي بسرعة يدخلون بمكان ويحتمون بيه من المطر. وهنا العملاق الشرير يشوف بطانية صوفيا ويعرف انه اكو بشر موجود وياهم بهذا المكان، والحكيم لما عرف بهذا الشيء ياخذ صوفيا ويروحون من هذا المكان ويبقون يمشون لحد ما بالليل ينزلون المكان البشر، وهم يجوي على مود ينفخ الاحلام مالته للاطفال والناس، وهو استغل هذا الوقت لان هم نايمين وهاي تكون هوايته المفضله، ويبقى ينتظر شويه لحد ما يشوف الناس تحلم بالاحلام اللي صنعها. ولما يرجعون صوفيا تعرف انه العملاق الحكيم يسمع همس الاطفال ويقدر يحدد مكانهم، لكن هم واقفين يشوفون العمالقه هم راجعين من ارض البشر وهم كانوا خاطفين ناس واطفال على مود ياكلوهم. فصوفيا لما تعرف بهذا الموضوع تحزن وتضوج من عندهم. وبهاي اللحظه العملاق الحكيم يعرف انه بطانيه صوفيا وقعت يم العمالقه، فيخاف على صوفيا لا يقتلوها العمالقه، وقرر انه يرجع صوفيا دار الايتام، وبالفعل رجعها وهي نايمه، وبعدها عافها وراح. وهنا تقعد صوفيا من نومها وتبقى تدور على العملاق لكن ما تلقاه، وهي تضوج لان هو رجعها دار الايتام، ولانه هي تعودت عليها رادت تبقى يمه. فتبقى صوفيا تترجاه وتبكي وتقول له انا هنا وحدي ومالي احد وما عندي اصدقاء، واني ما حد يدافع عني ابدا، واريد ابقى وياك ونرجع لارض العمالقه. بس هو كان خايف عليها من العمالقه لا ياكلوها، فيقرر انه يتركها ويروح. وبهاي الاثناء صوفيا تتذكر انه العملاق يسمع همس الاطفال ويحس ويعرف بمكانهم، فتطلع للبلكونه وتوقف على السور وتبقى تهدد العملاق الحكيم انه اذا ما يجي اخذها فهي راح تقفز. واول ما تقفز من البلكونه يلزمها العملاق الحكيم باخر لحظه، فيقرر ياخذها ويروح المكان العمالقه. وصوفيا تقول له انا قررت اسميك بي اف جي، وهاي الرموز تعني انه انت العملاق الودود وانت من هاي اللحظه راح تصير صديقي لانه انا ما عندي اصدقاء. وبهاي الاثناء يسمعون صوت العمالقه وهم جايين عليهم، والحكيم يقول لها انت يدخلي جوا لا يشوفوك ويقتلوك. وبالفعل العمالقه يدخلون الكهف مالته ويقولوا له طلع البشر اللي موجود يمك، لكن هو ينفي ويقول لهم ماكو اي كائن بشري يمي. بس العمالقه بقوا يمشون بالمكان ويدورون على صوفيا، وايضا بقوا يكسرون بغراضه اللي موجوده بالكهف. واثناء ما هم يدورون نعرف ان صوفيا تكون قريبه من عندهم، بس باخر لحظه تهرب منهم والحكيم يضمها ويبوع عليها، وهو كان حزين لانه كان خايف عليها، او ايضا كان خايف لانه هو ما يقدر يحميها منهم. وبهاي اللحظه الحكيم يتشجع ويلزم عصا ويشعل براسها النار ويطرد العمالقه من بيته، ويبقى يصيح عليهم ويرمي عليهم المي على مود يخافون ويطلعون من الكهف مالته. وبعد ما حل الخراب بالكهف طلعوا العمالقه. بعدها تطلع صوفيا وتصيح للعملاق باسمه الجديد وتقول له بي اف جي، وهو يفرح باسمه الجديد وتقول له انا عندي خطه نقضى بيها على العمالقه، وهو يقول لها شنو هاي الخطه؟ فتقول له اصنع حلم الملكه انجلترا، والحلم هو يخليها تشوف العمالقه موجودين وياكلون بالبشر، واكو بين هاي العمالقه عملاق طيب وياه بنيه بشريه صغيره، ولازم الملكه تدخل بالجيش مالتها على مود تقضي على العمالقه. وبالفعل الحكيم يوافق على خطتها ويصنع حلم للملكه، وراها ينزلون للقصر الملكي ويبقون يدورون لحد ما يوصلون لغرفه الملكه، والعملاق ينفخ الحلم للملكه وهي نايمه، والملكه تحلم بكل اللي قالتها صوفيا، وفجاه تفز من نومها وهي مرعوبه، فيدخل الخدم والحراس عليها على مود يطمنون على الملكه، والملكه تبدا تحكي لهم على الحلم المرعب اللي شافته، وتقرا خبر بالجريده وانه اكو ناس من بينهم اطفال مخطوفين، ولحد الان هم مفقودين وما لهم اي اثر. والملكه تبوع على الشباك وتشوف صوفيا وهي واقفه عليه، والملكه تتفاجئ وتقول لها انا هسه شفتك بالحلم وشون انت اجيت هنا؟ فتقول لها معقوله العملاق جابك؟ وصوفيا ترد عليها وتقول لها صحيح العملاق هو اللي جابني وهو صديق المفضل، واحنا اجينا على مود تساعدينا، والحلم اللي حلمتيه هو هذا حقيقي، والعملاق موجود يمي بس يخاف يطلع لا تقبضين عليه وتحبسيه. فالملكه قالت لها خليه يجي واني اوعدك ما اقبض عليه. وبالفعل صوفيا تصيح للعملاق، والعملاق اول ما يسمعها يخاف يطلع، بس صوفيا تطمنه وتقول له تعال لا تخاف لانه الملكه وعدتني ما راح تسوي لك شيء. وبالفعل العملاق يبدا يظهر من ورا الاشجار، وبعدها يدخل للقصر، واول ما تشوف الملكه تخاف من عنده، فيلتمون عليه حراس القصر، والملكه تامرهم انه يعفون العملاق وما ياذوا، وبالفعل تبعد الحراس عنه. وبهاي الاثناء العملاق يوصل الشباك الملكه، بس هو ما يعرف يحكي وياها لان هو كان خايف ومتردد من عندها. فصوفيا تعلمه شلون يحكي قدام الملكه، وتعلمه يقول جلاله الملكه انا خادمك المتواضع. وبالفعل يرجع العملاق ويقول جلاله الملكه انا خادمك المتواضع، وبعدها ينحني
للملكة ويطلب من عندها المساعدة على مود يخلصونه من العمالقة الشريرين. وهنا الملكة ترحب به وتأمرهم أن يدخلون العملاق للقصر. وعلى الرغم من ضخامة القصر بس القصر يبين صغير على العملاق، وهو يسوي فوضى بدخوله للقصر، بس هذا الشيء يكون بدون قصد. والخدم يحضروا له ميزة الطعام، فالعملاق يقعد وياكل ومتعجب من الأكل وأصنافه وطعمه الطيب. وبعدها يجون قادة الجيش ويتفقون على الخطة مالتهم، ولما يأخذون المعلومات كاملة من الحكيم يرجع العملاق الأرض العمالقة، أو كل الطيارات تروح وراء على مود ينفذون الخطة. وهنا العملاق الحكيم يدخل ويا صوفيا المعمل الأحلام، وهم يجوا للمعمل على مود يحضرون كوابيس للعمالقة. والعملاق قال لها صوفيا أنا رح أحضر لهم أتعس كابوس يشوفوه بحياتهم على مود يقدرون الحراس يقبضون عليهم. بهاي الأثناء نشوف صوفيا والعملاق الحكيم وهم كانوا ينتظرون العمالقة ينامون، وهم كانوا ينتظرونهم على مود يخلوا لهم الحلم لحد ما تيجي الجنود ويقبضون عليهم. بس فجأة الحكيم يتذكر أنه هو نسى البوق اللي يوزع به الأحلام بقصر الملكة، وهو ما رح يعرف ينفذ الخطة بدونه. فصوفيا سهلت عليه المهمة وأخذت زجاجة الأحلام وراحت يم العمالقة، وهو بقى يصيح لها بس هي صارت قريبة من عندهم وتوقع الزجاجة من عندها على الأرض، وعلى أثرها يقعد العملاق الشرير فيشوف صوفيا ويفرح لأنه لقاها وراح يأكلها. وهنا صوفيا ترفع الزجاجة اللي بيها الأحلام وتكسرها، وكل الكوابيس تتوزع على العمالقة النايمين ما عدا الزعيم مالتهم. بعدها تروح صوفيا تركض حتى تهرب من العملاق، بس هنا يجي العملاق الحكيم ويبعدها عنه. والعملاق الشرير يلزم الحكيم ويقول له اليوم أنا راح أموتك لأنه عرفتك أنت تساعد البشر. وأول ما يريد يضربه تجي الطيارات وتلزم إيده ورجله بحبال قوية وتربطه للزعيم لحد ما يوقع بالأرض. والطيارات الثانية وبقية الجيش يلزمون العمالقة الباقين ويربطوهم كلهم. فهنا العمالقة كانوا يحاولون ينتقمون من صوفيا على اللي سوته، بس على آخر لحظة العملاق بي اف جي يجي وينقذها وبعدها يأخذها وياه. والطيارات ربطتهم وعلقت العمالقة بالطيارة واخذتهم الجزيرة بنص المحيط، وهنا ذبوهم بنص البحر وهم بسرعة يطلعون من المحيط لأن هم يخافون من المي، وينجبرون يروحون للجزيرة اللي ما حد يقدر يوصل لها. وبهاي الأثناء تبدأ الطيارات تذب لهم الخيار على مود يصيرون نباتيين، وينطوهم صندوق ببذور الخيار على مود يزرعوه ياكلوه بالمستقبل. وهنا ترجع صوفيا لندن وتعيش بقصر الملكة بعد ما كانت عايشة بدار الأيتام. وبثاني يوم صوفيا تقعد الصبح وتبدأ تحكي الماري عن حلمها اللي شافته عن صديقها الطيب بي اف جي، وهو اللي بقى عايش بأرض العمالقة ويزرع الأرض من كل أنواع الفواكه والخضروات، وهو صار يطبخ أطيب أنواع الأكل. وفجأة تطلع صوفيا على شباك البلكونة وتحكي ويا صديقها وتصيح عليه، ورغم بعد المسافة اللي بيناتهم هو يسمعها ويحس بيها. وهسه نشوف بي اف جي وهو مبتسم وسعيد لأنه قدر يحقق السلام بين العمالقة والبشر. هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني وارسلوا لي أي فيلم يعجبكم، وشي أكيد رح أفرح كل شهواية باقتراحاتكم. ولهنانة تكون نهاية الفيلم.